هذا أمر. الأمر الثاني اللي ذكره وهو أهم وأعظم ما يتعلق بالأزياء والملابس في حق الرجال وحق النساء، وحق النساء أشد. إذا كان سيدنا عبد الله بن عباس يفسر تبرج الجاهلية الأولى أن الثياب الرقاب منها، من التبرج لبس الثياب الرقاب، فإن اليوم بعد هذا التفسير بألف وأربعمائة سنة يعود جهد أعداء الملة على الأمة من الثياب الرقاب، منها يرجع. الدعوة اليوم إلى تبرج الجاهلية الأولى مفتاحها الثياب الرقاب والثياب المقطعة والثياب المزرزرة، شيء ضيق من أصله يضيقونه من حين الخياطة، وشيء يجيبونه نوع يلصق ببدن الإنسان والمرأة لصقا فيحجمها ويحجم عوراتها. اليوم الحرب في هذا. إن كان عندك غيرة على دين الله ورحمة لنفسك وعباد الله، ما بغناك تجيب قنبلة ولا تتعلم سلاح، لأن قم احرس بيتك من درسو، قم تقرب انتبه من عوائلك ومن قراباتك من هذا الحرب. حرب يدخل وسط الدار، أعدائك داخلين عليك، بيهوشون دينك، بيسربون عليك ديمك ومبادئك، وهو اليوم حاصل. اليوم وصلنا إلى حد أرى كثير مع غفلة في المسلمين، أرى أبنائهم وبناتهم، وإن كان قد يكون الأثر عند الكل، لكن زي البنات أقبح وأفظع من زي الأبناء. ها؟ ولد ملبس حتى من هذه الموضات حقهم، ولكن أكثر بدنه مستور. بنت صغيرة كما ذي بدأ معلم التكشف والتبرج ومظهر الفاسقات الخبيثات. صغيرة بنيك مسكينة مغشوشة، أمها غشتها وأبوها غشها، وهم أول من يخاطبون عنها. ما بيجيهم في القيامة يقولون الوقت يا رب الزمان الموضة، هذه ما هي عذار عند الجبار يا أبله. بنت صغيرة كما هذه غشونة، صدرها مكشوف، ابطها قدام الخلق مكشوف. ايش الزرادة، ايش العار، ايش السقطة دي؟ هتلك شبر تستربه بدن بنتك تربيها ترتبط بأمهات المؤمنين. أتريد أن ابنتك دي ترى وجه فاطمة وهي منشأة على الزري؟ وجه فاطمة عزيز، شابه فاطمة. فاطمة قالت رسول الله خير للمرأة ألا ترى رجلا ولا يراها رجل. فاطمة لبست الحسن والحسين قلوبين من فضة، فلما رأهم صلى الله عليه وسلم اشمأز ورجع من باب البيت فاطمة، أدركت خرجت الفضة من الحسن والحسين وضعتها، قالت اذهبوا بها إلى أبي رسول، قولوا هذا في سبيل الله. فالحمد لله الذي أنقذ فاطمة، وقام وجاء إلى عندها صلى الله عليه وسلم. من أن نريد أبنانا وبناتنا يرين وجه فاطمة، لأنني على يقين لو كان أحد من أهلي ومن بناتي ما رأت وجه فاطمة لن ترى وجه أبيها، ومن لم يرى وجه فاطمة ولا أبيها ما دخل الجنة. والوجه غالي عند الله، هم أهل كرامة على الله. شابههم حتى تراهم، شابههم حتى تحشر في زمرتهم. أنت تبتدي بمن اليوم؟